أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور سوى
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير طفوه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم
المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين ونما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والبدن جعلناها
شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأن ظلموا وإن الله
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع مساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله.